السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبو أسر عمار قناة نباتات الزينة والداخلية على القناة على اليوتيوب ازرع بيتك وزين بيتك. النهاردة بس قبل ما نبدأ الفيديو، ما تنسوش الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنسوش تدعمونا باشتراك في القناة ليصل كل ما هو جديد من عالم الزراعة، لو حتى أفيدك بمعلومة واحدة من ضمن ملايين المعلومات. يلا نخش في الموضوع. النهاردة أول مرحلة من إكسار التوت العماني، الفيديو اللي أنا كنت عامله قبل كده إكسار التوت العماني 3 مرات في السنة. النهاردة يا جماعة بتاريخ 7/4/2020 أول مرحلة لإكسار التوت العماني، وزي ما حضراتكم شايفين التوت طايب على الثغرة بتاعته. التوت طايب أهو يا جماعة، يعني خلاص كلها أسبوع بالكتير وخلاص اقوم بانزاع الاوراق كلها على اساس انها تديني مرحلة جديدة زي ما حضراتكم شايفين. اهي يا جماعة التوت زي ما حضراتكم اهو طيب طيب على الشجرة، ماشي اهو. ودي زراعة سطحية، دي زراعة سطح بيتها يا جماعة، انا زرعه على برميل مية اهو. ودي اول مرحلة ويعتبر رابع مرحلة ليا في سنتين، يعني اول احنا لسه في اول سنه اهو، الثانيه السنه اللي فاتت ادتني 3 مرات، واول مره ماشي في السنه الجديده واحنا بتاريخ 7/4 اهوت ادتني اول مرحله لاكسار التوت العماني يا جماعه. بقول تاني هنقوم بعد ما التوت ده خلاص هشيله ماشي، وخلاص ما بقاش توت خالص، بقوم اشيل الاوراق، انزع الاوراق ديت كلها كده، اشيلها كلها من على الثمار من على الشجر. اقوم بعد تاني تديني المرحله الثانيه اللي هي بتاع التوت العماني او التوت طيب يا جماعه. في الفيديو اهو ما شاء الله طعمه جميل، وال يعني بالبلدي الفحل بتاعه ما شاء الله 10 سم طوله 10 سم يا جماعه، ومعدي كمان. ودي لو مزروعه في ارض ما شاء الله بتتفرج على جمالها، وديت ما شاء الله يعني كانت عند واحد صاحبي، كل ما بروح اجيب منه من المشتل بتاعه يعني ما شاء الله التوت جميل يعني ومغري لاي حد وبيحبه، والناس لما بتيجي تشتري مني الزرع الحمد لله يعني بيدوه وعارفين طعمه يعني الحمد لله. عشان ما نخرجش عن نطاق الفيديو، ادي يا جماعه التوت العماني، دي اول مرحله منه لاكسار 3 مرات في السنه، اول مرحله ليه يا جماعه اهو. دي زراعه السطح يا جماعه، نزرعه في برميل عشان خاطر في ناس كانت بتسالني ممكن نزرعه في بلكونه، لو عندك البلكونه مثلا طايلها مثلا شمس وجو حلو معتدل ومش ارتفاع الثغره دي حوالي 2 متر، وفي البرميل متر، يعني جايبه معاك 3 متر، يعني ممكن عادي تزرع في بلكونه، عادي تزرع على السطح، عادي زي ما انا زارعها في اي مكان، هي بتزرع في الارض ماشي، عندك جنين عايز تزرع فيها ماشي. وديت حاجه جديده لسه نازله من مصر من سنوات قليله، وحاجه جميله جدا جدا. واول ما انا عرفت الثغره دي ما عرفتهاش في مصر يا جماعه الصراحه، انا عرفتها في السعوديه، واول لما شفتها كنت مستغرب الصراحه ازاي التوت ده كبير كده، ولما سالت الناس قال لك ده توت عماني وحاجه ما شاء الله. ده يا جماعه كان فيديو سريع على اكسار التوت العماني 3 مرات في السنه اهو، اول مرحله يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين تمام. تشيل الاوراق كلها عشان نبدا مرحله تانية اللي هي مثلا بتاع شهر 5 و6 و7 و8، وساعات بتقل كده كمان معايا، يعني ممكن اجي في شهر 7 الاقيها طلعت التوت، تبقى حاجه جميله. اخش في المرحله الثالثه، كل ده في اول سنه يا جماعه، في ناس ما تعرفش المعلومه دي، دي معلومه جديده ازاي تتكسر اكسار التوت العماني 3 مرات في السنه اهي ما شاء الله عليه. دي زراعه السطح يا جماعه، دي بعض من الجهنمات الجميله زي ما حضراتكم شايفين، دي زراعه السطح بتاع منزل البيت بتاعي ماشي، عشان خاطر كانت الناس بتقول لك اعمل جوله على المعرض بتاعك. المعرض بتاعي يا جماعه انا كنت فاتح محل ومسميه معرض كوتي على اساس ان هو باسم ابني اسر. دي زراعه السطح يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين، وعامل لها تكعيبات
انا حضراتكم شايفين في الجو اللي احنا فيه ده الواحد بيستجم وبعيد عن الامراض، وربنا يشفينا ويشفي مرضات المسلمين يا رب. الواحد كده بيقعد مع الخضرة يستجم كده في ساعة العصارة، الحاجات الجميلة دي برضه. اتمنى اكون مطلتش عليكم في الفيديو، اتمنى لو فدتك بمعلومة، واسف لو كنت غلطت في اي حاجة قبل كده. و ما تنسوش دعمنا ليصلك كل ما هو جديد في عالم الزراعة على قناتي ازرع بايدك وزين بيتك، ويلا بينا كلنا نزرع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحياتي أبو آسر.